كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم الخوت والحباب، مجموعة أصدقاء الطبيعة لعلم الطيور، تبارك الله عليكم كاملين. دائما إن شاء الله تعالى نكملوا في إطار المسائل اللي كنا كنذكروا عليها، اللي عندها علاقة بمفاهيم الأولية في علم الوراثة، وكذلك نحاولوا ما أمكن نعرفوا بطريقة علمية المعنى ديال الطفرة، وكذلك نتكلموا على ما هو عنده علاقة بالطيور اللي هي الأنواع ديال الطفرات. إن شاء الله تعالى هذه المسائل كاملة نذكروا عليها ونكملوا الكلام ديالنا اللي كنا فيه. وكل تغير دائم في سلسلة ديال الDNA اللي كتكون الجين أو الكروموزوم في الخلية، بمعنى أنه كتكون شي عناصر في واحد الترتيب معين وتيوقع واحد الخلل في ذاك الترتيب، وبالتالي كتبان لنا ديك الطفرة. هذه المسألة هذه غادي نشرحوها مزيان باش نطرح لكم الأمر. كما كنعرفوا الإخوان، كائن حي عنده خريطة وراثية ديالو مكونة من الكروموزومات. مثلا الإنسان باش نوضحوا الأمر، هذا عنده 46 كروموزوم، 23 خداهم من الأب ديالو وتتقابلهم 23 أخرى خداها من الأم ديالو. وهاد الأزواج ديال لي كروموزوم أو كنقولوا كروموزوم ولا الصبغي، كروموزومات أو الصبغيات، هما اللي عطاونا الشكل النهائي ديال الأبناء. ومن ضمن هادوك الأزواج ديال لي كروموزوم كاينين واحد جوج كروموزومات جنسية، هي اللي كتحدد لنا الجنس واش ذكر أو أنثى. الذكر عنده XY والأنثى عندها XX، هذا قلنا الإنسان. هذا غير باش نوضح لكم الصورة. وقلنا فيما قبل بأن الطيور العكس ديالنا تماما، الكروموزومات الجنسية عندها الذكر عنده XX والأنثى عندها XY، وبالنسبة للأنثى الصفات اللي تيحمل الكروموزوم Y كتكون عاطلة، ما كتبانش في الطائر. علاش رجعت لهذه المسألة؟ هذه باش نوضحوا نوع الطفرات، بحيث كاين الطفرات اللي متعلقة بالجنس اللي هي متنحية، وكاينين طفرات غير متعلقة بالجنس كتكون متعلقة بالجسم، مثلا فيها كيكون فيها تاهي السائدة وفيها المتنحية. باش نوضحوا هذا الأمر هذا غادي نشوفوا مثلا، نعطيو واحد المثال بطفرة لاغارت اللي كتكون مثلا هي طفرة متعلقة بالجنس. لاغارت كيكون ساهل في اللوان ديالو، نعطيو به المثال باش تتضح لكم الصورة. مثلا عندنا ذكر أغات، سواء الكناري سواء المقنين، كندويو بصفة عامة على الطيور نفس القاعدة. مثلا عندنا ذكر أغات وعندنا أنثى عادية، قلنا الكروموزومات الجنسية ديال الذكر هي XX والكروموزومات الجنسية ديال الأنثى هي XY. الذكر عنده قلنا الذكر أغات، بمعنى أن لي زيكس بجوج حاملين للطفرة، والأنثى عادية بمعنى أن الإكس والإيكغريك ديالها يعني عادية ما غير حاملة للطفرة. النتيجة ديال هاد لاكوبلومو هادو غادي يعطيونا ذكور، بالنسبة للذكور دوك الأولاد بالنسبة للذكور ديالهم غادي تكون عادية الشكل حاملة لطفرة لاغات. علاش؟ لحقاش عندها إكس، الذكور قلنا عندها جوج كروموزومات جنسيين اللي هما إكس إكس، الإكس الأول خداوه من الأب قلنا أغات، والإكس الثاني خداو من الأم اللي هي عادية. داكشي علاش عطاتنا نتيجة ديال ذكور عادية الشكل ولكن حاملة لطفرة لاغات. وبالنسبة للفريخات اللي غيعطينا هاد لاكوبلومو إينات، كتكون الشكل ديال الإينات غادي يخرجوا لينا بلون لاغات ولكن غير حاملين للطفرة. علاش؟ حينتاش الإينات قلنا عندهم إكس إي، الإكس ديال الأب وديال الأب أغات، يعني كيخرجوا كيشبهوا لباهم، يعني الشكل ديالهم أغات، والإيكغريك ديال الأم اللي قلنا عاطلة ولو تكون الأم حاملة للطفرة، الإيكغريك ديما كتكون عاطلة، واخا تكون ديك الأم حاملة للطفرة كتكون هاد الكروموزوم إيكغريك تيكون عاطل. الإينات قلنا غادي يخرجوا بلون الأغات غير حاملين للطفرة، لأنهم المستحيل على الإينات باش تورث الأبناء ديالها طفرة متعلقة بالجنس، لأنه دائما كما قلت كروموزوم ديال إيكغريك تيكون عاطل. حاولت ما أمكن نبسط لكم هاد الأمر باش تتضح لكم. بالنسبة استغفر الله العظيم، بالنسبة للنوع الثاني ديال الطفرة، كاينة الطفرة غير مرتبطة بالجنس،
يمكن تكون سائدة ويمكن تكون متناحية. هذه الطفرة هذه كتكون ظاهرة في حالة السائدة وكتكون مخفية في حالة المتناحية، وسواء الذكر أو الأنثى كيكونوا حاملينها وبالتالي كيورثوها للأبناء. هنا كيتحكم فيها صبغي أو كروموزوم جسمي ماشي جنسي، داكشي علاش كنقولوا ليها طفرة غير مرتبطة بالجنس، أو لا تنقولوا ليها طفرة متناحية. أنا عاود هذا الأوديو هذا، قلنا الكروموزومات أو الصبغيات هي اللي كتحدد النهائي ديال الكائن الحي بما فيه الطائر. وهاد الكروموزومات أو الصبغيات كتتكون من جزيئات الـ ADN أي الحمض النووي، وهاد جزيئات الـ ADN اللي هي الحمض النووي كتتكون من ما يسمى بالنيكلوتيدات، وهاد النيكلوتيدات بدورها كتتكون من أسس أو قواعد اللي هي 4 قواعد أو أسس نيتروجينية اللي هي 4، قلنا هي الأدينين والثيمين والجوانين والسيتوزين. الترتيب ديال هاد النيتروتيدات هو كيتسمى لغة أو شفرة وراثية، إما اللون أو شكل أو سلوك أو صفة، كما كان كتكون صفة وراثية. قلنا هادوك الأسس الأربعة النيتروجينية اللي هي الأدينين والتيمين والجوانين والسيتوزين كتكون في واحد الترتيب معين، وهذاك الترتيب هو بمثابة لغة أو شفرة أو كود وراثي للون أو الشكل أو سلوك أو صفة كتخبر به الخلايا باش تصاوب لنا هذيك الصفة. وهاد اللغة الوراثية هي اللي كنسميوها الجينة الوراثية. فمن اللي كيطرى شي خلل في الترتيب ديال هادوك ديال هاد الشفرة أو اللغة الوراثية أو الجينة الوراثية، بمعنى أدق من اللي كيتخربق لنا داك الترتيب ديال النيتروتيدات اللي دوينا عليها قبيلة أو كيتعاود شي واحد فيهم، كتبان الطفرة على شكل لون جديد أو تشوه. يعني الطفرة هي واحد الخلل في اللغة الوراثية لجينة ما. يعني بلغة العلم الطفرة كتؤدي لتصنيع بروتينات في الخلايا بطريقة غير سليمة، الشيء اللي كيؤدي لتغير بعض الصفات. مثلا كما كنعرفوا في الإنسان كتشوفوا سبحان الله العظيم شي وحدين كيكونوا عندهم 6 ديال الأصابع، أو لا دوك اللي كيتسموا متلازمة داون اللي عندهم اللي كنقولوا لهم لي مونغوليا، أو لا كاينين شي وحدين تاني كيكون عندهم داك التشوه تحت الأنف. فانتو هادو تا هما طفرات، هادو راه كاملين راه طرا واحد الخلل فديك الشفرة أو ديك اللغة الجينية، دوك الترتيب ديال دوك استغفر الله العظيم ديال النيكلوتيدات اللي دوينا عليهم قبيلة، هو اللي كيأدي لهاد المشكل هذا. كاين كذلك واحد النوع ديال الطفرات اللي كتسمى الطفرة الوراثية القاهرة، كتكون منقولة على صبغي جسمي ماشي صبغي جنسي، والميزة ديال هاد الطفرة كتكون قاهرة بين غير السمية ديالها. يعني كيخصنا فقط كروموزوم واحد سواء من عند الذكر أو من عند الأنثى باش كتخرج لنا هاد الطفرة في الأبناء. وعلى مثل كمثال على ذلك تتكون هذه مثلا في الطفرة ديال الأصفر في المقنين. الخوت كنتمنى تفهموا شويه المعلومات اللي حاولت نبسط لكم، والله العظيم درت الجهد ديالي كامل لحقاش كما قلت لكم هذا الموضوع راه معقد وصعيب شويه، والمهم هو تحاولوا تسمعوا فيه مزيان وغيتضح لكم بعض الامور، وهذه المسائل كامله راه كتنفع في لي زاكوبلمون. والله ولي التوفيق، الله يوفق. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.